بمعنى ايه؟ ان حد يبعت يقول لك انا بصراحه يعني شفتك امبارح في مكان انت ده سخيف قوي, انت ما تعرفنيش وانا مش انا مش همشي اعمل للناس باي باي يعني. انا داخل سينما, داخل مطعم, باكل, خارج مع اصحابي, مش من المفترض. وعمر ما اي حد جه يسلم عليا او تصور معايا او سلم او اي حاجه وعملته بشكل وحش. فانت شغلي مش عاجبك, انا متفاهم ده تماما. انت شايف ان انا مذيع بستظرف, دمي تقيل, شكلي وحش, كل ده انا احترمه, ما عنديش اي مشكله. تمام. ناس بيرو يعني اكيد حضرتك واخد بالك ان في تطورات كتير حصلت فيه في الفتره الاخيره. لا 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 دي مش تطورات. لا لا ايه رايك اللي بيحصل؟ طيب مش هنقول تطورات, يعني هو خلاص, هي المكان بينتهي. هم بيحاولوا ينفخوا فيه كتير, بس للاسف انا اسف ان انا بقول ده, بس هي مشكله كوادر, مش كوادر وحشه, بس هي مشكله انه الشكل تاني. نرجع للشكل, الاطار اللي بيشتغلوا بيه او الفريم او الفورمات اللي بيشتغلوا بيه خلص. لسه كان في حد من كام يوم بيعلق على مكالمة تليفون لناقد طالع في برنامج في التلفزيون المصري, افتكر في قناة المتخصصة نايل سينما او حاجة كده. لا يا ربي, واحدة طالعة كلموها تليفون, هي بتعمل في مجال السينما بشكل او باخر, فكلموها ياخدوا رأيها في الافلام بتاعت العيد, وطلب منها الاتي انها ما تقولش اسم ولا فيلم عشان ما يبقاش اعلان. طب هتقول ما هو الفيلم يا حلو, والفيلم دوك هم نص نص, والفيلم بتاع اسمها ايه جميل قوي. ده اعلان ايه؟ هو ده الفكر اللي موجود, مش محتاجين اعلان. وحتى لو انت وانا النهارده يعني, طب انت ليه تعمل برامج رياضه؟ ما انت كده بتعلن عن النادي الاهلي والنادي المصري والنادي الاسماعيلي والنادي الزمالك, ما انت لازم تقول اسمائهم. خلاص ما تعملش بقى برنامج رياضه, ما تعملش استوديو تحليلي. وبعدين انت مش طالع تقول للناس الله الفيلم حلو روحه, انت طالع بتقول في كذا فيلم, ده كويس ده مش كويس. ده للاسف الفكر. ماسبيرو جهاز عظيم جدا, كان في مرحله من المراحل هو الجهاز الاعلامي للدوله المفروض وكان كده فعلا, الى ان حدثت ثوره 25 يناير وحدث تطور وتغيير في الفكر اللي من ضمنه الفكر الاعلامي. ولكن فضل ماسبيرو على نفس اللي واقف عند نفس الحته, ما مشيش بقى الشويه اللي احنا مشيناهم. الشويه اللي احنا مشيناهم دول فيهم شويه صح وفيهم شويه غلط, ماسبيرو حتى ما مشيش الشويه دول. طب محتاج ايه عشان يسترد وعيه مره ثانيه؟ لو انا فاكر صح, لو يعني ماسبيرو بيعمل فيه افتكر 45,000 موظف او 47,000 موظف حاجه كده, فعليا اللي بيشتغلوا فيهم فعليا ما يتعدوش ال 3 4000 موظف. الباقي كله ما هو الا تدرج وظيفي بس. الدوله تقدر تعمل ايه؟ تطلعهم معاش مبكر, معرفش, تشوف لهم شغل تاني, معرفش. يعني من هذا المكان اللي انا موجود فيه, اكيد انا ما عنديش الحل المتين اللي حل هذه المعضله, بس اكيد في حلول, لانه هو جهاز بيسحب مرتبات وبيصرف مبالغ, مش هنقول مبالغ طائله, بس هو مبالغ برضه لانه مرتبات وبيستنزف فلوس. ومفيش حاجه. زمان كان قطاع الانتاج, كان الدراما هي قطاع الانتاج. نادرا ما كنا نشوف مسلسل من انتاج شركه, يا اما دايما بتبقى شركات بره مصر. دلوقتي قطاع الانتاج ما بينتجش حاجه, الدراما اللي احنا بنشوفها كلها انتاج خاص. لو طلب منك دلوقتي ان انت ترجع المسير ومره ثانيه, مش ترجع؟ لا. اشتغلت سنه في ماسبير وانا فخور بيها, اشتغلت سنه في الفضائيه المصريه وكانت تجربه اتعلمت منها, بس لا مقدرش ارجع تاني. مكدبش عليك يعني. تمام. لو رجع بيك الزمن مره ثانيه قبل ما تدخل مجال الاعلام, هتدخله مره ثانيه؟ حبيته يعني؟ لان انا دخلته بالصدفه, مش هدعي ان انا دخلته عن حب او كنت عايز ده, انا دخلته بالصدفه, بس يعني لا عجبني. تمام. عجبني لانه يعني في اريحيه بالنسبه لي, في اريحيه لطيفه كده, ما كنتش بتضايق منه يعني. شايف يعني سؤال اخير يا جماعه؟ اتفضلي. الاصعب من وجهه نظرك التلفزيون ولا الراديو؟ الراديو. ليه؟ الراديو انت بتحاولي تخلي الناس تسمعك وهي مش شايفاكي, وانت قاعده قدام حته حديده.
التلفزيون انت بتبقي لابسه كويس وعامله شعرك وميك اب واضاءه وديكور وضيف وكلام كتير. فلو انت مش عاجباني عاجبني الموضوع اللي بتكلمي فيه، لو مش عاجبني الموضوع الضيف هيقول حاجه، لو مفيش حاجه عاجباني شكل الصوره حلو والاضاءه والكراسي لكن الراديو لو انا ما قلتش كلام عجبك انت هتقفلي الراديو او هتسمعي محطه ثانيه. فده اصعب بكتير ان انت تقنعي الناس انها تسمعك عن طريق الصوت بس، والصوت اللي هو مش مسلسل اذاعي، انت مش بتمثلي، انت بتتكلمي، بتتكلمي في موضوع، بتقري خبر، معاكي ضيف. فاصعب، بشوف ان الراديو اصعب. مذيعين الراديو يشتغلوا تلفزيون اسهل، مذيعين التلفزيون يشتغلوا راديو اصعب. يعني بتاع الراديو لما يروح يشتغل تلفزيون يبقى الموضوع سهل عليه. بتاع التلفزيون لما ينزل يشتغل راديو او لما يفكر يشتغل راديو الموضوع بيبقى صعب. لانه مش متعود على ده. تمام، احنا نشكرك جدا. ميرسي جدا جدا جدا، انا سعيد ان انا كنت معاكم، وزي ما قلت في الاول انا بحب وشوشه جدا. فلا خالص خالص، احنا كنا خفاف عليك. ده اكيد ده اكيد، انت اميره وجهاد المدعوة جوزه. سجل 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 سجل. ميرسي جدا ليكم. الله يخليك. ميرسي جدا، الله يخليك، ده نورك. ميرسي.